السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كان حنوجه لنا ونلاقي جوجو نجلنا قيب قادنا يا محمد حسين بره وعباس وماليات ويكون عادي مصيبة حنوم بدن. عدد عادي سجالي لباتن كي أكتوبر سنة كي لبكون لبي لباتن كان عادي مجرد مقدشو جارهن إزجوز كصوب. أي أباهن وحكون عادي أرنتي حنوم بدن ونلاقي وذا جدنا حلي قصيدة وحود عين يبلوحي وكحصوسته. كسر أول محمد كسر الميديا. وادو مركي وقرح دعي سجل لاتينكي أكتوبر ماشى صار جناس كويس. ها جناس يا شركة دسمس كشركة هو ملاي ملاقي شو حاس. ها أنا إيش كويس. لكن ما قص أنا ملاي جالس يونسي. هذه مدة هذه طبعا سنة عمل سجين. ها يعني هنكر عدينا عيالك بالكل هنكر عدينا. واي ما أنت وقرح دعي. سيدي وحود عين أديك حقي جوكتي بل صوري النجسي أنا ومعنا وان حنو صناعي سوقا عادي وأحيانا صوح وحيدي ويلش يريركا أو ماشي كل من تلبل ويلا ماشي كل متي أنا ماشي قلت يعني النافع عن إسكا هاي اللغة واكو أنا اللغة هاس ساني ويا اللغة هي ساسي النافع ويهن مركا ويلش أنا قلت لي ماشي ويلش أنا دلالي ويلش أنا دلالي يا خجري كلا هين الله هو العظيم أفرى لبات نشر يوحى يعني لبات نشر مركا هذيك مروا بيبين جرت ملايقة سيبين جرت أكيد جرع سين جرتي وحسن وحسن أنا ملايقة سي وحسن كتب أنا أنكر هذا جرى قريب حلو قرح دعي ما قصع وكلي كوادني هذيك وحي هاد هذي سد ساعة ملاس مركا هذيك يبيني مال بعد كيس وحن وصناي وحلا وحن وصناي أيجا وحن دعي ماشي تشوفه لبدودي ها marka mid aan waliba mooto watay mootadii oo watay meeshii meeshii ku baabadaayadan meeshuu dhigtay baarkii meeshuu dhigtay ha baarkii koob intay anaha hawshi intuu hayay qarax yaab dhaacay sagay mootadii u dhamaa israaciin asii mootadii meeshii ku baabadaa ha meeshii ku baabadaa haway marka arurtiyo oo agoona oo laba qaybooda iyo kuwiigi iyo wixii aan meeshii u qaraabaa لماذا يقول لك أنها تقول ها من تقول لها من أفر عرور وكتري من لها وكتري لك أنها أوغاتي لك أنها تقول لك أنها تقول لك أنها تقول لك أوغاتي تقول لك أنها 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 تقول لك وصاح الرئي بنادي المركان صومرة موتان صورة بنادي المركان صومرة عسكري عليسي وبالك هو هاي و وسوق الواي وبالك هو هاي وسكلا بتي هاي سبتال كان هذا سبتال كان ميت كده ليو كان لبدو دي ميت ها لبدو ميت كده سبال سبال كأو على ليو كان سبال المدينة ما أقول ست مركي عرفت ها وأقول ست وجبتين لركي يوحي أي وتن وديك كل و والأقنص فر أنتي لق عمه هو دي يلوه هو دي والأقنص لكن أديك عادي ما هو أقنص ها عادي ما هو أقنص ها وجدوا دي عارك ها وجدوا مت عادي وبقى هذا مت لكن حقا دب ملك الجرجري حقا الجرنكري ها الجرنكري وأنا الكرتيو ملها أنت حقا دب هو الجرجري أنت كلا عادي وها marka maalinta subaxay maalin xanuun badan maalin aad u xanuun badan ay ahayd oo ila aan wali aan xusuustii ay siga goon marka adigu wali meeshii ka ku ganacsataa oo maanta agoomihi ayaa joogo kuwi kala joogo shaqada ilaahay ayaa qoran waqtigan waa qoran yahay soo maray ha waxa waayo inta gaajo u dhimaa lahayd xoogaaga maalo inaad macnaha aad wixii ilaahay iska xoogsato wixii ilaahay uu ku siiyo alxamdulillah marka maalintaas markii ay musiibada dhacaysay dad kalena dabcan way ku dhinteen dad ku dhawaad garanaysaa meesh ku dhintay ma jiraa iyagana dad taqaano dad badan abaabay dad badan abaabay yaa ka xasuusan kartaa oo aad markii laga soo tagay wiilashaada Allah uu naxariisto samir iman Allah kaasiyo oo kaaga tacsiinayna ummada Soomaaliyeed inay ku soo duceynaysaa oo kaaga tacsiinaysaa yaa kalo qalbigaaga maanta aad xasuusan kartaa oo meesh ka ganacsanayay ama والله هذا بدن قبضه قبر شالي هيد قبر هذا الشيء ومدينة عدان له أيدي واحد لما تيجي قبر قبر هذا شو أكل لما تيجي أيدي قبر ويسلك أيدي قبر ما هي حبرت أمريكا هرة ماشكو لما تيجي أيوه حبرت هاي تيجي دي قبر يا غري حلا بعد كل عاي
كبدين ساس كوني متي وعاكل أكون بنتني اللي راه خوج أو تكسيلة هاي وعاكل بنتني اللي أحمد دايرة أو أصلا تكسيلة هاي يوم إيش تكسيلة كا هاي رك بدنا أكو دت بدنا أكو بابا قبل عن شيء اللي رأيهم قبلها شيء تكلم بده هاد دت بدنا أكو بابا دت كاس وحي هاي إن دت أصحابتي طلع أصحابنا شيء كيسنا أفرج مدة أسلق العزين سلك شو هاي كان عسير كل دون مد أديك وكل هذا ملاقيه يبني يصير الله أيوة قبلها شيء هذا كذا يقولش أنا تكسيلة يالة هايين مركا دت بدنا أكو بابا ما شاء الله هذا لو بابا قبل عن ولي قسم لين لين عشر كعكتو داخل يراد داخل ليه شري دت بدنا أكو لين سعر marka dadna ku dhaawacmeen oo waa qas waa soo waa xad ka baxo ba ahaado dad ku naafay xad ka baxo ba ahaado aadi ma baheen marka aniga anoo awl iska naafahaayo wiilasha shaqay jiray ayaga macnaha reerka dadbir jiray mid mooto iriyada iyo mid meesha la joogo iyo ayaga wax magacyo aan wax xogaa waa naafan iska ahaayo ayaga xogaa u wayeeri jiray maahane ayaga un ba shaqay jiray oo cideedan ayaga biil jiray iyo biilka iyo waxa uu soo dhici jiray kuwadan ayaga biil jiray marka labada qoysas ay lahayeen carruur lahayeen labada qoysas ay carruur lahayeen waxa labada reer adaa hayeen labadii reer iyo ilmihii iyo wixii kuwii wixii dhamaada marka anay aab ay dhahayeen hawsha dhamay hadda anay adiga marka labada lugood naafa ka tahay saani tustay ha labada lugood marka iyo ma shil caadiyani ay ku dhaawacantay waa xabada la waayay naftii saasoo kala qarxii iyo dhibaato qarx qarx rawa marka qarxiyadan dhacayo kala dadka qalbigooda ilaa meeqay qofku ku qaadanaysaa inuu caadi noqdo ilaa marka qofku naxaya habeenada qaar qofku inuu la murugoodaa laga yaabo qofku meeqay ku qaadanaysaa qofku inuu ka tabto wallahi niyo ma sahlan ma sahlan ani markii oo hadda markii oo macnaha waxyaali ay qaba jireen oo markii iyo aan soo xusuusto iyo culays aan anaha aan ay iga fujin jireen markii aan dareemo waa soo xusuustaa qalbigii samaynigaan allah kaasi marka ma isleedahay dadka niyadooda iyo qalbigooda iyo caafimaadkooda iyo waxaan dhibaato u geysanaysaa marka laga soo tago midda qofkii maalkii inuu beelo qofkii in maartay ubadkii uu beelo kuwa nool dadka nool laftigood hadda waxaa sheegtay familo gabadha iyo hooyada meesha ku dhintay qoysaskooda soo kuma noqonaysa urku taalla iyo dadka qaar dhimirka maskaxda xataa dhimirka dadka waa ale aniga baada waxa waaye laba asbuucaana wax iga ima wax ii imaad iyo wax iga tiga aan warkayn ani hadda kula hadlaayo quraan la ishaaray ogaa iska roonaaday alxamdulillah islaanimadaasi diintaasi dadku badbaadaya ha diintaasi ku badbaadayaan ha hadda markii macnaha xusuustooda ay ugu soo dhacdo quraan iska akhristaa alxamdulillah ilaahay waa qalbiga iga qabiljiya allahu akbar marka arrimaha noocaan oo kale ah dadka soomaaliyeed maxaa adiga dhihi lahayd see looga gudbi karaa ilan adigii kugu dhacday maxaa dadku ilan qofkii shaqadii kama iskama dayn karo banaanka inuu ku qanacsan uu ku khasban yahay noloshiina qofku u baahan yahay xaaladdan waa sidan marka maxaa ummadda ugu baaqi lahayd cid walba arrintan ku lugle ummadda waxaan ugu baaqi lahay ilaahay weyn subxaana qaadir ahay inuu xoggooda burcad isu mariyo dhibaatada ilaahay oo naga saaro waxaa isdilaaya waxaa isbursanaa in ilaahay oo maslaxa oo dhex dhigo haddii magaaladan ammaan ay noqoto sida hadda tahay ammaankeeda kasii fiicnaada qaraxyadan iyo dhibaatooyinkan iyo khilaafyadan iyo dadkan is-eryadana meesha ay ka baxaan maxaa isleedahay soomaaliya mustaqbalkeeda noloshamustaqbal ayaa leh soomaaliya mustaqbal weliba aan caadigeena yeela laheed oo qof walbaa waxay hiigsa laheed sidii macnaha iyadu ay wax soo saar iyo waxqabad ay u yeela laheed qof walba way yigsa laheed way marka waxaa ii sheegtay 10 sano inaad ganacsigan ku jirtay aa ku ganacsanaysay aa hawshan waday ha 10 sano xilligii kugu adkayd xilligaas qaraxaas u ahaa xilligaas qaraxii kale weynaa isaga ma joogay waa joogay waa joogay ha kuz waa anasay naftiisa xataa firiro badan ay galaa waa kuwan hadda meelahan iga jira ha dhinacaan dhowa iga jiraan ilaa gadaal iyo dhaacdo ha baqaydan waa iga jiraan laakiin cindakaaga ma dhiman maya ilaahay waxba kale uma yeeli dadagalin laakiin hantidii oo baalka oo ay wixii meesha aan ku hayay aa ku tagi kii horan hantidii kaga baa kii hor kanna waa iga baa ilmihii iyo hantidii wixii aan isku baabeen kii horan hantidii iga baabaan ana waa ku dhaawacmay marka mar walba waa soo bilaabays ha waa kan kan hadda maantaas waa aw waa kana maantaas waa alxamdulillah waa kanoola alxamdulillah tawxii ilaahay oo
نفتن إلهي وقتي وقتي إلهي أول سوا وقتي وقتي جدا بدأ فيش وارم مرحبا انت ساسو بابا حاسه ما يساوى صوب بلودان صوب بلودان وعاوز مجرته دولتي عاوز مجرته الحمد لله وحي وسكب كبتادن وصوب بلودان وصوب بلودان وح هذا كور يعاويون وهذا انت هاجر انك هلنا مجران مركز دكاس دباتان وكلامك كل عضو دك وحي وباهين طبعا لبا اهرين بين لقاوي كو إن عافيمات كود يميدود إن اللي سنتوا قلبي كود العاوي وأبعين مرك مجرى هاي أداء أما الدولد أما النظام أما عد انتهت اعتماد لغي سنتوا لبتي كود عاي إن قف سوء في سوء حظه حالة دي سوء لو ذاقه إن عاومات يوحون سيو كور قبو إلا دباتي وكسو قبني وحاسو كلمة دعا والله أبتيو ما أنا أعرف ولي أدكار ولي ما أنا أعرف وهي أقوم نقضه هذه اللي أقوم كون نقضين وهي كجار هذه اللي كجارين إلى حق اسمك الحمد لله وقدمنا أصلاً نقول له ما أنت هذه مجهودين طبعاً لكن مركة واحد عين ما يقام مالين كذب أي ماشي عادي بصون له معناه كجنا عصدان يصون نقضان ليش لما يشوف هذا جو إلا الآن ولي هذا عادي ما أهناتين عشان مال أو ببلوشين بدن أو لسان أو واحد أو مقالة كتل معامل جناسي أو تستاس أو كذا شغله لا قرحيدي كي خرق يكن ويكدم بإبريم نقطه هل دتك ودني كمان بوابة وحابة وحابة دتك حد مقالة شو واحد بده هم قفكي معنا أيوة معنا دل يرى يكشى كيسنا والله اليوم واحد يبتدي صوبن أو عنك فرع تكن وابلسكو وها وابلسكو والله بين ما عندس وابا يدي بتني صوبن بتكن كذا فرع سأقول لك ها ها مرك أديك هذا مرك قار عبسي مجرتا مرك قار صوبن لا إلهي يقول سبحان الله قادر هاي يا إلهي يقول سبحان الله قادر هاي يا هوش عشاق كله أنا يق ماشي أنا لما لحاي قاچو يا وقت كان نفتح إله يا أبوه ور ملأك بحنا من نقان أنا إله بحنا من نقان إله وديك إله يقول سبحان قدر وديك واي هاي هذا أم حسن هاي ولال محمد حسين بر أمضى صومالي حاج فرين طلوع عن أمضى صومالي دريسة أمضى صومالي وحان أقدر أنا يبقى أضي صومالي أو إسكا قاتشون أو إسكا 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 حنوسن أو إسكا نافع أو عرور أجان يو وح أستجع إلهي أو سي أنت بقى أي سوا يانا وح عوكر أو إسلامة وأوبهنا جزاك الله خير هذا أم حسن طيب سدح جوري سدح رد حرير غير كيرة كيرة جربته بيلي إيربان المي أقوامها هاي كويدي وحيد لماي وآني أم بي شوي إلهي قوان سحر غادرها إن شاء الله أمد سوان يكون مخليان أنا نبر كادنا وأقو قريدونا قيبتا كوري إن شاء الله تعالى سيعدي كل سو حريري سيب كل سو حريري تو مارتي قرب كسيني سو هذا كاقم هذا علينا جزاك الله خير إن شاء الله الله أكبر كورا آمين أدينا أن مركب وقسا ولا لها قيمي قبضان وحان رجوغو محمد دكتر محمد داق oo kamid aha dadkii xilligaas uu qaraxa walaal maxamed xuseen barre arurtiisa ay ku dhinteen dad kale ay ku dhinteen joogay marka maxamed soo dhaw maxamed doctor soo dhaw adiga intee joogtay markuu qaraxa dhacay 19 October bismillaahir rahmaanir rahiim sheekh mustafa waa maadsan tahay in runti meesha aan joogo meesha hadda aan wada joognaanayo adigu oo aanu kulankeena ku isku aragnay taariikhdu waxay ahayd سجالي لواتك أكتوبر لواكون إلى واتن إلى بدي رنتي وحن آمن سنة أما أن رنتي في لهين مشت عن جوجنا إلى حملها وسيف سيف سن مقالدة هو أمان سن مقالدة وحن وده جوجنا أنا جا إيو أون رك مشا إيو جروب بكرة وحن في دين هالك جروب عدم بقى بلام بلده وين اللي هو قديو قدا مركز نوتة لو حي ساعة دكودي يبركي ظهر نمي أحد inna go'yar waqtigan qaadanayna oo qadadii dul fadhina ayaa waxa hal mar soo galay uuro iyo qarax aan caadi ahayn oo runtii aad moodo
een habka iyo nidaamka uu dhacay iyo xoogisii jawigisii in magaalada dhan wada dunto kale kulli dadkii waxa noogu xigtay oo labaad markii qarxii qeylada aan maqalna runtii daaqadihii iyo albaabadii guriga oo dhulka wadiimada soo daatay gurigu markaa wuxuu ka sameysnaa waa muraayado oo daaqadaha ah iyo albaabo intooda badnaan muraayado wada ahaa halkii aanu fadhinayaa 1 minute gudihiis runtii waxay ku noqotay macaadirbiyadii iyo wixii dhanba isjiiray aan intani meesha fadhiisanin walbaba wuxuu ab runtii oo kala yaacnay nin walba inuu helo meel uu safe ku noqdo ama uu ku noqdo maaragtay aan waxaan noo xigtay oo kale intaan la joogin oo aan minute 2 minute aan ka soo wareegina waxaan soo galay runtii uuro aad u weyn oo dadka dhan kala qarisay iyo dad badan oo yaacahay oo wiiraan markay wiiraan 200 qof ah 250 qof aan dadku waa naflacaari runtii qof walba wuxuu rabaa inuu badbaado oo maaragtay dhibaatada meesha markaa ka dhacday ka cararo intaan la isla gaarin oo aan dadkiiba na soo wada gaarin oo wixii dhan iyo jawiga dhan wada qasan yahay ayaa waxa haddana dhacay tii labaad ee qaraha ah mid kaliya ma ahayn mid labaadba tan labaad baana ugu darnayd oo hadda dadkii aad u baabaysay tan labaad waa mid lagu diyaariyay bay ahayd wasaaradda horteeda oo looga tagay gaariga haa oo looga tagay gaariga midna wuxuu ahaa gaari aan runtii markaan ku tusahayna aad aragtay oo derbiga loogu talagalay in lagu galo wasaaradda haa kan dhibaato badan ma geysanin soonaha iyo waxa la wixii ka dhowaa sida maqaayadda iyo gaariga xagu ka yimid xagu ka yimid wuxuu ka yimid dhanka scopes haa dhankaas oo buu ka yimid iskool banaadir iyo wasaaraddii wuxuu soo hormaray wasaaradda arrimaha dibadda iyo isbitaal banaadir iyo wuxuu soo hormaray wasaaradda qorsheynta horteeda wuu ku talagalsana qorshihiisuna way ahayd inuu wasaaradda runtii galo sida keliya ku galaano marka derbigaanu ku dhuftay derbiga ku dhuftay si ay maaragtay derbiga oo dhan dhulka loo dhigo ciidamaha la socda markaas ay ku yaacaan gudaha oo ay galaan umay suurto gelin runtii oo derbigiiba ku hakada gaarigii laakiin dhibaatooyinkii ugu waaweynaa meesha ka dhacana waxaa ugu weynaa dadkii hareeraha waa xilli waxay ahayd waqti ganacsi dadku aada ugu badaya kumanaanay ku gaarahayaan mashquul ahaa dad sarif lacag meesha waa xarunta sarifaada lacagta ku taalay waxaa ku yaala dad hilibka iyo gadanhaya khudaarta jidkii aada markaa loo safan yahay baabuurtiina haddaad aragta xayugooda iyo jamigooda wada yaabaysa intay leegyihiin intii soonaha ka dhoweyd oo dhan waxaan u malaynayaa 178 qofna kama badbaadin meesha laamigii oo dhan baa waxaa la noqday dadkii oo dhan waxaadan malayn karayn tan kale xubnaha dadkuna aada u googa-een oo xataa xubna isaysta may ahayn maraan tegay meesha oon ku cararnay markii dambe oo la xiray maaragta hareeraha meesha soo egtay ciidamadu haa ciidamadu ay soo gaareen meesha oo ay nabadgelyada inay maaragtay waxayaan laakiin waxaa dadka aada u sii dilo oo u sii baabiyay gaarigii labaad oo aan kuu sheego wasaaradda horteeda la dhigay oo looga tegay kaasaa markii la qarxiyay weliba saraakiishii iyo ciidamadii iyo booliiskii meesha yimid waa meesha ay ku baaba-een ciidamadu meesha yimaadeen baabuurtooda meeshay dhigteen inay markiiba maaragtay manage garayaan meesha iyo dhaqdhaqaaqa meeshay rabeen ayagoo runtii marka hore inay sameeyaan hal ninkaba badbaadin meesha ku wada baabaciidankii gurmadka ahaa saraakiishataliyaha weliba saldhiga hodana ugu jiro kabtanka ahayo haysta ciidamada watay markaas meesha ku dhintay marka waqti dheer bay qaadatay dhaawac waa ku batay dadkii ardada ahaa ee kasoo yaacay wasaaradda waxbarashada oo u jooga shahaadooyinkooda laftirkoodana daaqadahay nooga soo dhaceen oo annagiiba naf bidahayaan derbigeenna ka soo boodeen saddex hablood oo aan goob joog u ahaa meesha ku jijabeenba derbigu aada buu u dheeraa marka oo meel laga soo boodi kara mayna ahayn wayna ku talagaleen wasaaraddu inaan cidna derbiga haweysay inay ka boodo laakiin waxaan lama filayn dadku naf baa haysay runtii way isku taraagareen xataa way soo qaadeen oo isa soo saareen gabdho badan baa ku burburay halkan kusoo dhacay meesha oo lugihii iyo isqaadi waayo oo la xambaaray oo tagaasi lagula cararay meesha marka xaqiiqatan waxay ahayd wax taariikhi ah oo runtii ummadaaad garanaysay maadaama meesha aad deganayd banaankana aad dadka qaar ku arki jirtay ama qaar baad istaqaan khayr allah kusii sheekh mustafa waxaana ugu muhiimsanaa wiilal aan wada deganayn hoteelka oo qolalka xataa igu dhegan oo ka mid ah yar consularka ah china cabdifataax la yiraahdo waa ninka aada meediaha u dhexgalay jaayanu ka shaqaynahaya waa ninka aada meediaha u dhexgalay oo runtii kala go-ay oo dhaqaaqi waayey oo ummadu meel walbaba sawirada dadku ka qaadeen ay soo geliyeen buu ahaa yarkaas runtii qof bani aadana dhibaato ku dhacda tii ugu darneyd baa iga muuqatay dhabarkii oo dhan baa go-ay haa xubnihii oo dhan baa go-ay baridii baa laalaadanaysa asagiiyo nool baa cararahay oo qof usoo dhawaan karana haddana jir
قف وحتري كنا عندي بريديسيا كلاجوا بريديسيا كلاجوا كذا الأردن يروح يسيس تردم ولا لا دان روك يلا وأنك وأنك قلك إلى الدجنوان أركو أنا الأيار اللي يجوري أن عبد الفتاح بهالكان يلا كهال سودا ماشي يلا ما دقائق كر ما أردي كر وحلا مثلا كذا تكي خلنا وكلا يا عيا نقول بحرادين هيا ماشي كنا بتجله أو مصيبة ده كذا بحصل له رنتي مالين وحنقول أهيد أد إي أد عشاي منو أهيد and لو عيدي ليك يدك كا دا كيا عهدار توديا بلهي ميدت كا كدرنا مركب وحن أهل أكسس إن في ريال دبعتين كهاد كإجارسيني وح ماشي كذا الشيخ مصطفى من بلينكر أنت قفل ماشي كاركي هل كا إن قامها يجال يلقها يمسكها حتى كسر قام من بلينكر تد بدل ماشي صاحبان كلها والعجها صرف كا ينوش قينشر ماشي شو هل قف كم بتبعد رجي أنا قانون ماشي جد كيف صفنا يوم ماشي قارقة لو قرحية وأها صلدك وأيدت كصرفات العقدي يهوش قلا كقبل شري مركب محاضرة أنت مركز قف كقلبي إذا ضاوع بقاري ميدي بفجوا بنيس وحوي رنتي أرجع جحوا يقول بعي وحن وان مقل شري لكن أنا ضد كي براكتك هذا ولا كل ما مهرو أرك ما أنا هين ما لين تاسو حن أركي تضبع عش كمان الدمشان عش أنت عند يارد السوق هاي كلي أيجو حكت وأنك عرها سنة دي بربع أنا كسوام غناها هذا هو مركز صون نقطة يجو حكت مر هذا هو صون نقطة الحمد لله لكن طريقي مركز مرة يسولي إسلا جابت يا عبسيدي ويجرتا عبسيدي ويجرتا عبسيدي ويجرتا هبين لو تنوحي دعوات مقشي ميدي أنا ولا جلس صعدة دقنين بدن بس عطوا هذا اللي ليه هم يلا بدن هالسكتش ردك يا العادم وحوي حارد ولي مدقنا لسكم أنا هاللين كان حارد يمشي جدا هالكان لكن إن شاء الله دي إلهي راد ودك سنة ودك سنة ودك واحد تاني واحد برتاي واحد بدن قرباه جري هذا ودن كي جو ودك ربي إنه حقبت ودك ربي إنه حقبت ويميت إن أول برا بوشدي إنه احتره ما إسلام هذا ودك مركع قيمس وحيابها نعيا قرح يدان إذا تصدن ودك مسكحيا زارد عثمان كهري هروح وشيك تمر إيكال زاد شمال عثمان كهري بقول كبا عشان التدبات ندت جارة ودورة دي مركزات كيلو هاي قيمة كنا هون كرا وحن اللي نهاد تشاله ولا لك أو رئيسنا إن ذات كلام ميدا سدح ريزن أو سببات بنهار تكون ملاين كرا حال داس أي وزارة تلمانتا أما أي ذات كحقوق يمين صار تو واحد شرا وعميد دبتوين كان دبجو جاء أو عبسي ذات كحقوق أبو رهية وأن لش هو دنو المعمد كودي يمين أنو دقائق كرين وقفكم معلن تقول قصة بحق إنه نبض وصل نقدانه شكك جيتشر وقيب كميدة ذاتك سايكولوجي كلين دبعت حق مسكح حياتك هذا عضو تلنا بعد نوع حياة ترى الشقة كم تجرب تودك إلى قال ما تجرب وح يكون ولا دان لما أركو ميري ذاتك وح دون تان لما أركو حالة دي بس يحمان يسعدك وح أبري رهيا وحيا الله بضنا أي كميدة حق دعه وإذا رحت معلم وبروح بوليس كذاتك يكون قبنا هيان ذات بلود دي لهيا تلفون يرجع أنت يكون وتر إلا قاعد أنا بحكيني كرت بقولك بس عشان باهي ضغف كهيس إنه وح يكون ولا دان ما أنت وكو قدي وكرادي marka dhibaatooyinku ma yaa dadban dadka Soomaaliyeed waxa ugu baaqi lahayd cid walba maanta laga yaabo inay halkan ka daawado waxaan rabaa horta xarist Ilaahay lagama qoosto Ilaahay dadku way soo jeedin kara wax badan way isbedeli karaan wadankan hadii laga carro oo la yiraahdo xaaladisu waa xunta ama sida looga dayriyana wax soo hagaagahay male inaad ku adkaysato moogi inaad bedel isbedel dadka ka mid noqoto dadku wax isbedeli bedeli kara macnaa wadankan nabada uhur seedi kara waan ka shaqeeyaa runtii waan ku qoranahay waan u bareeraa mar walba inaan u soo noqnoqdo on xaaladda wadanka iyo halka ay mareysay iyo arrimaha dad kale shaqeeyo amniga shaqo kuma lihi laakiin arrimaha kale ee ma aragtay aan xaga dawladda shaqooyinkooda u baahin baahid u qabaan inaan u istaago oo runtii kala shaqeeyo aad baan diyaar u ahaa waan waan arintan u soo noqonahay laakiin maanta قوسيد إلا قوست أنا قوم قبها حالا دون حبذا بس كبدل دون تام مدوي كسود وإن شاء الله. هذا ما أستاذ دكتور جاك. ما أستاذ.